السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صار الدول يا شليكول وسط الدفاع، خبر صار لعشاق البلوز، دافيد لويس يرجع الساسي ومعه كاهيل، ثم وسط الميدان الاختيار على ميكيل رقم 12 ميكيل اوبي نيجيري مع فرانك لامبارد الارتكاز، سالومون كالو على اليمين، بيرترون جديد متاع دي ماتيو على اليسار، ويلعب خوان ماتا الماتادور وراء الفيل الايفواري، مفخرة الماما افريكا، غني له يا ماكيفا، دي دي دروكبا. تشكيلة المنشن 4-2-3-1، مانويل نوير حارس مرمى، على اليمين فيليب لام، على اليسار كونتينتو، وسط الدفاع جورج بوتين يلعب اليوم تيمو تشوك في غياب باتش دوبر، وسط الميدان البيفو الاول كروس والثاني خبرش فاينشتايجر، على اليمين روبين، على اليسار فرانك ريبيري وتوماس مولر وراء نيوغارد مولر، سوبر ماريو غوميز لام سيرفع الكاس الخامسه للالمان، ام سيرفع فرانك لامبارد البطولة الأولى في تاريخ البلوز، روبرتو دي ماتيو ذا ديوب هانكس للتاريخ، روبرتو دي ماتيو كلاعب ربح كأس الكؤوس الأوروبية عام 98 في الفاينل مع تشيلسي على نادي ألماني اسمه في إف بي شتوتغارت 1-0، جول يادور كان له من الأسماء جان فرانكو تسول، أما هذا الرجل يوب هانكس اخسر نهائي كاس الابطال كلاعب عام 77 ضد الفريق الانجليزي الشهير ليفربول 3-1 في الفاينل، واليوم بعد 35 سنه ككوتش يريد البطوله الاغلى كمدرب بعد ان حققها 98 مع المرينجي ريال مدريد. هكذا بطاقه الاسماء، وهكذا تعريف الاسماء، وهكذا تقديم المدربين، ويبقى الختام والمختتم بخصوصية بيدرو بروينسا البرتغيز هو حكم الفاينل. كونتينتو كونتينتو منطقة الجزاء صعبة جدا، تضرب الكورة الخطيرة، ضربة مرمى، كورة توني كروس، كورة توني كروس للمعطيات وللأرقام ليس بوسعنا مع إثارة طريق الريبيري، فرانك ريبيري يوزع كورة ماريو الراسية ماريو غوميز، والألمان في التاريخ كان عندهم أحسن وأحلى ضربين بالرأس في كرة القدم الأوروبية، عندهم الطويل لعب اسمي هامبورغ اللعب لروبين روبين روبين روبين، خطيرة جدا روبين يسدد الهدف فظيع، كورة هي الأخطر وفرصة ما زالت، وهيتشكوك يحضر في أرض الألمان ضد الإنجليز، الألمان يخطر، الألمان في عهدهم وفي عرفهم وفي تاريخهم ليسوا أدب وجمال وليسوا فقط شد، هو باش يضرب لامبارد، يا قلت لامبارد الروبين كانت كورة خطيرة خطيرة مولر والتسديد والحارس، العيون الخضراء عيون الصقر تحضر للتركيز، سيضربها ماتا باليسار يبعد دروغبا، ماتا يسدد ولكن عالية فوق الأخشاب، أول تسديد على المرمى من زمن يا بلوز، تشيلسي لا شيء يلعب للدفاع، بايرن ميونخ لا شيء، ريبيري 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 يبعد هذه خطيرة ريبيري، التسديدة من فرانك ولكن الكرة برا، هذه الكرة الأخيرة من الفانو تابع، كرة تمشي كونتينتو كونتينتو هذه بالراس خطيرة يا بافاري، خطيرة من الناشئ الألماني توماس مولر، من آلي مولر من آلي مولر الكبار، بيتر وأولي أخطر في الشوط الأول، تمشي كرة دروكبا خطيرة، ديدييه ديدييه دروكبا طريق لعب بيرتران دروكبا والتسديدة ممكن فرصة كبيرة، كالو كالو يسدد والحارس نوير، كرة ممتازة كرة خطيرة، الوصول الأول يا بلوز كرة خطيرة، هذه هي للألمان، هذه بتاع روبين، هذه هي خلصها الريبيري، مش ممكن كرة غريبة، كرة غريبة ضاعت من الألمان، البايرن ميونخ يهدر كرة، البافاري يفشل في هز الشباك، أين أنت يا سوبر؟ أين أنت يا الماريو يا جو؟ فريق الألماني يمشي تيموتشوك، تيموتشوك يسدد عرضية إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى اصطدمت بأحد المهاجمين الألمان، كرة ستعود للفريق
أكشن ساقط يا روبين، باس يا روبين، الله على الألمان، خطيرة الجول، ما فيش كلام، لا غير الكلام، غير الكلام وغير الكلام، غير المفردات، بدل الألفاظ، مش ممكن، مش ممكن عمل الصعب، مش ممكن عمل المحال، مش ممكن بعد عن البرج، يضرب كورة ما يحققش الهدف، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، كورة الواحد صفر من سوبر ماريو جوميز. صفر يا بروينسا، حرب الأعصاب تتواصل، هذا الولد الصغير فهم كورة مليح، عارف أنه شوط بالأصفار سيعطي روح وجرينتا للإنجليز وسيؤثر معنويا وقد يخامرهم الشك ويدخلهم الظنون في شوط ثاني. البابا موبيتش الذي أرجع تشلسي أو الذي جعل من تشلسي فريق عالمي. الشوط الثاني أبدأ في تصفح ورقة المباراة، تشكيلة البلوز، شاك أشليكول الكرة بعد الثاني، بعد وصافة الدوري والتسديدة والركبية، رد القول يا كروس بعد وصافة الدوري وراء دورتموند، قال الفذة خلاص ملينا منها، يمشي روبين، روبين عرضية خطر، شعر كرة مرة أخرى، دروغبا، دروغبا يصدد، لاعب ما تقوليش، لاعب ما تقوليش، لا يا دروغبا أنا نسميك وانت تسجل. توماس، توماس يلعب كرة خطيرة برشا، كرة روبين والهدف، الهدف الأول، الهدف الأول لكن أوفسايد، تسلل واضح، تسلل واضح من ريبيري، أوفسايد على الفرنسي ريبيري. هذه الكرة للشياطين الحمر، يمشي بالكرة، التسديدة والكرة أوت، الكرة برا، الكرة برا كانت من الفريق الألماني، كرة لروبين، بيشتيرا، بيشتيرا ماريو، ماريو روبين، روبين يسدد ويخرج، منين خرج اللاعب أشلي كول، أشلي يقطع كرة، أشلي يقطع طريق للإصرار الألماني ريبيري، ريبيري مش يضرب، مش يضرب، يضرب الريبيري لكن أوت، كرة برا من فرانك ريبيري، كرة ستعود لتشيلسي. طبعا نهائي الشامبيونز ليج ليس سهل، ونهائي الأبطال لا يكسب بسهولة. سجل فيها في ترافورد ألمان من سنتين، يم والكرة ركنية، ركنية يطلبوا لمسة يد، يطلبوا يمشي كرة روبن الهولندي على القائم الثاني، خطيرة جدا مرة أخرى، الفرق روبن، روبن يصنع الفرق، جميلة والتسديدة هي حرب النجوم والنجم دروغبا، دروغبا يهرب، دروغبا يوزع خطيرة، اللام يرجع بالكرة ريبيري، ريبيري هذه هي ريبيري، هذه هي يا فرانك ريبيري، الكرة تخرج ركنية، الله يا ريبيري، الله يا تشيك، ورا ركنية ضربة زاوية للفريق البافي عديد فيها، يمشي الريبري يرجع بالكرة خطيرة ومولر يسدده برا، مش ممكن، مش ممكن، البايرن قد يعاقب، ما زلت أقول أن المنشن قادر على التأديب في الوقت القاتل وبالتالي نعطيه أكثر من شانس بايرن قبل أن أقول، يرجع بالكرة البافاري، كرة خطيرة من روبين، روبين والرأسية الحارس يستحق ولكن لابد التسجيل، والرأسية والهدف الأول، جول 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 البافاري بايرن، المنشن فعلها من مولر، مولر يسجل هدف، جارد مولر يحيا من جديد، أهلي مولر يعيشون وينعشون بهذا الهدف عن طريق توماس. الباير منشن هو العريس، 1-0 باير، 1-0 كرة على القائم الثاني، مولر يضرب بالرأس يقول لهم ضحك ضغط ودوخت الملايين، الله يا المولر بالرأس سيء في سقف المرمى ما يجيبهاش من الشبكة، العملاق تشيك وهدف ولا أروع في ظهر المدافعين، المنحدر رغم الصمود الجلساوي رغم الدفاع الجلساوي، اللاعب توماس مولر ويدخل لأول مرة تقنية من أجل تعادلية، هناك في المجالس، هناك في المقاهي، هناك في الديوانيات يتكلمون، هناك من يشجع الأزرق بموت، وهناك من يحب البايرن، والتعادل التشلساوي، التعادل الأزرق يا دروغبا، يا صيادهم، يا مدمرهم، يا معذبهم، يا معذبهم، يا مسجل يا دروغبا، دروغبا دروغبا دروغبا، الهدف الخامس على الألمان، مش ممكن مش معقول، دروغبا يطلع
تحول الليلة للإكسترا تايم براسية غول وبضربة الزعيم وبهدف الأزرق الزعيم للجول. سوت كرة القدم برجع كرة روبين. روبين يصدد وبيخلص ركنه. الرمق الأخير يستنى آخر كرة يمشي خطيرة خطيرة الركبة. برافو مانويل. هذه الركبة عالية عالية. هذه بتاع كرات الأفارقة. هذه منا وفينا يا دروكبا. انتهت الحكاية بالرأس بلغة الرؤوس. اتفاهموا بالرأس اليوم. اتفاهموا بضرب الرأس. 1-0 توماس مولر. هي في النهايات ألمانيا غير محظوظة من الإنجليز. خسرت كل النهايات. 2008 يمشي التوريس والدفاع يتصدى والتوريس يقاتل. رجع الروح يا المنشن رجع والكرة ترجع على طريق ريبيري وضرب جزاء البافاري. ضرب جزاء المنشن ورقة صفر لدروغبا. بينالتي العبور بينالتي المرور بينالتي التتويج بينالتي التاريخ بينالتي التأريخ للتاريخ يا البافاري. إعاقة ضرب جزاء ما فيش كلام ما فيش كلام. هذه واضحة وتوضيح الواضحات من الفاضحات يا ليفواري. بينالتي للمنشن ضرب جزاء واضحة جدا. البايرن ضرب جزاء. دروغبا يغلق غلطة عمره. دروغبا يبقي تشيلسي بالبطولة. الله الرومان يتقدم الصاروخ ويضيع يضيع مرة أخرى يضيع مرة أخرى. حرام عليك حرام عليك يا روبن حرام عليك. الله يهديك الله يهديك. لماذا وضعتموه؟ لماذا كلفتموه؟ لماذا له منحتموه كرة بطولة؟ مش ممكن. روبن والله حسيته ضيع ضد دورتموند ويضيع الماتش الأهم. الماتش الأهم روبن للتدارك روبن للاستدراك يسدد. لكن فين فين يا ذابح الملايين؟ وين يا قاتل أحلام الملايين؟ روبن وتشيك وتشيكو باتر تشيك قال لا. وتشوك الألمان ما يستسلموش. هذا علاش نحبهم هذا علاش نحبهم ما يستسلموش. في التلفزيون هاتوا رقمكم. ما هي مداخيل فيليب لام. فيليب لام يوزع كرة خطيرة وفرصة والهدف الثاني يضيع. الهدف الثاني يضيع. شبيك ما مشيتش يا فان بويتر. أوليتش انجن أوليتش دخل بعضه. لماذا لم تركض للكرة؟ لماذا؟ وين التكليج يا مدافع؟ وين وين يا الفان بويتر؟ وين حاول ولم يستسلم ولا وخطيرة والكرة تخرج من قلب المرمى من كرش الحوت خرجها. ودافيد لويس يحاول المناصرين الألمان. قال لهم بصدري مش بيدي بصدري مش بيدي. وغوميز وين يساقي وين يساقك يا مال؟ حقيقة بشكل كبير يغامر يريد نهاية في المعاشينة. والروبن ولكن قلت لك مش يوم مش يوم روبين مش يوم روبين. هكذا هي كرة القدم. لاعب يبقى كبير يهرب. توريس توريس وخطأ خطأ خطأ على الفونتينتو. خطأ رغم احتجاج توريس. ورقة صفر على فرناندو. خلاص خلاص سلامة من الحكم البرتغالي. حتما هي بالجزاء. نعم هكذا يقرر اللقاء وهكذا يتقرر اللقاء. البايرن ضيع ضربة جزاء من أجل كأس خامسة والآن بخمس ركلات من هذا الجانب وذاك. الآن صدقون بقوة شخصية الروبن. الروبن سيكون من المسددين الخمس. مخالفة عداد ضربة جزاء ضاعت. زوزا دافت سجلوا أنساوا اللي فات فكروا في الجاي. هورا من لام لام وتشكو كل الدور للألمان. لا يهدرون لا يهدرون بالعزيمة. هم دائما موجودون. وحوان متى مانويل نوير بذكريات الميرينجي يتقدم متى الحارس بنفس الذكريات بنفس السوفينير. الألمان لما راهم في يوم انهزموا بركات أفجلي يقول اللبناني من شاني سأتهم بعدم الحياد. تكون كيفما تكون يا سوبر ماريو أنا المسهول. يمشي ماريو جولاسو. اثنين البافاري اثنين الألماني. لا شيء أمامك. ورقة حمراء يا لويس. خلاص باي باي الكاب للمنشن. إذن هذه كرة مصيرية. هذه انطلاقة مهمة. دافيد لويس والغول نوير يتقدم. حتى يا ولد يا ولد يا ولد ما أبهى يا ولد ما أحلاها للكورة ما أبهى. مش مهم. مانويل نوير حرب الحراس بعد حرب الرؤوس الآن حرب الحراس. مانويل نوير يتقدم ويحطها
الثالث من أجل خضراء العينين. 3-1 للمنشن. لنقطة 11 متر. التنفيذ مهمة موكلة للامبورد. يتقدم الكابتن الصادق ويسجل 3-2 من ماي كابتن لامبورد. هكذا قالت للألمان من أجل الركلة الرابعة. أوليتش أو بيتر تشيك تخوف برشا ويسجل. تخوف برشا يا أوليتش. عرفتك يا خواف, عرفتك يا الخواف. وبيتر تشيك في نحا. أديوس لكوبا يا البلوس. مانويل نوير رودا شريكول يمشي يتقدم أشلاوي يسجل. يسجل جميلة قوية من الكل. قالهم بالقلب, قالهم بدنين خلاص خلصت. تقدم شباين, يتقدم شباين التايجر ويحطها. مش ممكن ضاعت, مش ممكن ضاعت على القايم, على القايم. المنشن ممكن يخسر اول مره. يتحدى في معقله مانويل نوير. يتقدم دروغبا ويحطها. خلاص خلاص خلاص. البلوز كتبوها, البلوز يدونوها, البلوز يفعلوها, فعلوها رجال تشيلسي. مفاجأة, تاريخ, تاريخ يكتب من جديد. نعم في أرض الألمان البطل يكون مرة أخرى هو بأولى ألقابه مثل نوتنغهام فورست ومثل مارسيليا ومثل دورتموند. في ميونخ بطل جديد وليس العريق المنشن. هنا يدونون اسم تشيلسي بلحظات للتاريخ. فعلها تشيلسي, فعلها البلوز. روبرتو دي ماتيو سحار, صدقوني سحار, صدقوني سحار. الاف اي كاب والشامبيونز ليج. ماذا كتبت, ماذا فعلت, ماذا فعلت وصنعت يا روبرتو؟ الف مبروك, الف مبروك للبلوز. الباير ضيع ماتشو في 90 دقيقة. هنا دروغبا, هنا دروغبا راسم الافراح. دروغبا كاتب الامجاد. دروغبا